السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم. نكمل مع بعض المواضيع اللي بدأناها في chapter 4. وصلنا إلى building block اسمه encoder. أخذنا في آخر محاضرة موضوع decoder، وأخذنا إنه decoder in general هو n inputs وبيعطيني 2 to the power of n outputs. كمثال 2 to 4 decoder، وأحياناً بيحكوا له line decoder، وأحياناً بنحكي 2 to 4 بدلاً منها بنحكي 2 by 4. كلها أسماء ممكن استخدامها. In general الانكودرز شغلهم تماماً عكس decoder. بما أنه عكس الديكودر، إذا لوجيكلي المفروض عدد الاوتبوتس بالنسبة للديكودر هم عدد الانبوتس للانكودر والعكس. لذلك بالنسبة للانكودر in general we have 2 to the power of n inputs and n outputs. For example we have 4 to 2 encoder بياخذ 4 inputs وبيعطيني 2 outputs. رجوعا إلى الديكودر، ذكرنا لما غطينا موضوع الديكودر إنه لو كان عندي هون الانبوتس هم عبارة عن 0 و 0 هذا بيعطيني 1 عند دي نود والباقي 0. طبعا على فرض إني أنا مستخدم جوا الام جيتس في الامبلمنتيشن، احنا قلنا في عندي أكثر من نود. بالمقابل لو إجاني 0 و 1 هذا كان يعطيني 1 عند الدي 1 يس والباقي 0s اتس اتس. الان احنا بدنا العمليه معكوسه، بدنا اذا دي نود اعطتني 1 والباقي 0s يعطيني على الاوتبوت 0 0. دي 1 اعطتني 1 والباقي 0s الاوتبوت 0 1 اتس اتس. كيف ممكن نعبي التروث تيبل؟ مين بيقدر يطلع يعبي لي التروث تيبل؟ بعلامتين بدي بس الفور كيسز. نعم الفور كيسز للانكودر. مش كله انا بدي الفور كيسز اللي ذكرناها. اذا هاي 1 والباقي 0s او هاي 1 والباقي 0s او هاي 1 والباقي 0s اتسترا. لاحظ انا هون بالتروث تيبل كتبت اني بدي بارت اوف، يعني احنا بدنا جزء منها. اكزاكتلي. شوف يس زيرو زيرو برضه شوف هون يس دي 1 سبسكريبت لها 1 الاوتبوت بيكون الريبريزنتيشن الباينري ريبريزنتيشن لهذا السبسكريبت. لما كانت هون نود معناته 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1 وعلى هذا الاساس بيشتغل عندي التروث تيبل. اذا هذا التروث تيبل الخاص بالانكودر المنشود المطلوب، احنا هيك بدنا يصير. لكن المشكله انه التروث تيبل هو مش بس هاي الكومبينيشنز، في عندي اذر كومبينيشنز. ليش؟ لانه انا في عندي هون 4 انبوتس، ولما بكون عندي 4 انبوتس وبدي ابني التروث تيبل زي ما كان زميلكم بده يعبيه، كان بده يعبي 16 different combinations. هذا يعني 16 لاين. طيب احنا بالنسبه للاوتبوتس قلنا محصورين بهي الخيارات، اما 0 0 0 عفوا A و B او 0 1 او 1 0 او 1 1، ما راح يطلع لي خيارات غير هيك. طيب السؤال الان لو بدي اعمل implementation لهذا الكود كيف ممكن ابنيه؟ يعني بدي اطلع على A as output boolean function، ايش بيكون الفانكشن الخاص بـ A؟ متى كانت A1؟ لما D2 1 او D3 1، معناها بنقدر نحكي هون D2 or D3. طب بالنسبة لـ B D1 و D3 D1 D3
4 D3. طب لو بدي اعمل implementation هاي عندي inputs D0 D1 D2 D3 والoutputs 2 OR gates. هاي اول واحدة. هاي الثاني. A and B. A D2 or D3. وبالنسبة لB D1 or D3. And that's it. لكن هذا الـ implementation فعليا عيوب. اول وحدة، هل انا بضمن الانبوتس انهم يكونوا دائما وابدا واحدة منهم 1 والباقي زيروز؟ ماذا لو كانوا الانبوتس كلهم زيروز؟ هاي الكيس هي unspecified عندي، مش محدد لها ايش البيهيفير يصير عندي بهاي السيركت. ماذا لو اجاني مثلا 1 0 1 1 كيف بده يتحدد الاوتبوت؟ ففي عندي خيارات ان سبيسيفاي. يعني لو رجعنا على موضوع انه الديكودر والانكودر عكس بعض وبنينا هون ديكودر وإنكودر والأوتبوت من الديكودر هو عبارة عن إنبوت للديكودر. بهاي الحالة نعم، بما إنه الإنبوتس اللي رايحين على الإنكودر هم جايين أوتبوت من ديكودر، هون أنا بضمن إنه دائما وأبدا واحدة من هالإنبوتس تكون 1 والباقي زيروز، لأنه هاي طبيعة الأوتبوتس من الديكودر. يعني الديكودر هون تم بناؤه بحيث يعطيني واحدة من الاوتبوتس 1 والباقي زيروز، واحدة 1 والباقي زيروز، اتسترا، هيك مبدأ عمل الديكودر. إذا بهاي الحالة لو كان عندي هذا الشكل من الديزاين، اتس اوكي. هون أنا بقدر أضمن إنه الانبوتس الجايين على الانكودر هم واحدة من الأربع خيارات الموجودة عندي هون، بناءً عليه هذا الديزاين فاليد، أموره تمام وما في مشاكل. لكن ماذا لو ما كان هذا الحال؟ ماذا لو كان الانبوتس الداخلين عندي على الانكودر جايين من different sources not like decoder، مش من الديكودر؟ بهاي الحالة بنرجع لفكرة اسمها priority encoder. مين سمع أو بعرف عن priority encoder قبل هسه؟ ايش يعني priority encoder؟ هو بده يحل الكونفليكت، بده يحل المشكله اللي حصلت، انه لو اجاني اكثر من 1 على الانبوتس ايش اعتبر الاوتبوت؟ فكانت الفكره انه بتطلع على السبسكريبت للبيتس اللي جاي عليهم 1، السبسكريبت اللي الها الرقم الاعلى بعطيها الهايست بريورتي، بعتبر انه هاي حصتها. يعني ال1 اللي عندها هو 1 والباقي بعتبره زي كانه زيرو. حتى لو ما كان زيرو؟ حتى لو ما كان زيرو. اجين يعني لو جاني بالبريورتي انكودر، لو جاني هاي الريبرزنتيشن مثلا زيرو 1 زيرو 1، في مفهوم البريورتي انكودر بيحكي لي انتبه للتو ونز الجايين عندك، للكولونز، للسبسكريبت. مين اكبر؟ 3. معناها بتخيل انه هاي 1 والباقي زيروز، يعني ايش الاوتبوت؟ 1 بيهمل. هذا مبدا عمل مين؟ البريورتي انكودر اللي بدنا نحاول نعمل الديزاين هون.
إذا الآن بدنا نفكر بطريقة عشان نبني priority encoder. Again الفكرة إذا إجاني more than one على الانبوتس بدي أشوف مين اللي له السبسكريبت الأكبر وأعتبر هذا الرو إله بمثله هو فقط وبشوف الأوتبوت المناسب لهذا الانبوت تحديدا. أيضا يعني هاي الجزئية حلت لنا جزء كبير من المشكلة اللي كانت مع الانكودر باستثناء فيما لو كان عندي على الانبوتس 0000. طب اوكي البريوريتي انكودر حكى لنا انه اذا في مور ذان 1 بشوف اللي لها هايست سبسكريبت لها هايست بريوريتي وبعتبر هي ال1 لها. طب في حال كلهم زيروز، هلا بالوضع الطبيعي في حال كلهم زيروز احنا ما في عندي ولا كيس بتمثل من هذول، لانه فعليا دي نود اذا جاها 1 والباقي زيروز بتعطيني 0 0. طب اذا كلهم زيروز الانبوتس ما بتعطيني 0 0. فبهي الحالة أضفنا another output سميناه V. ضفنا كمان output سميناه V. هذا الoutput V جاي من validation. إذا ضفنا واحد على الoutput واللي هو V. اللي ذهب طبعا الى A و B والانبوتس again هم نفسهم D node D1 D2 D3. لحظة نحاول نكتب more combinations than these، نحاول ما بدي اشملهم كلهم لانه راح نحاول نكتب التروث تيبل بطريقة compacted شوي، يعني ما بدي اكتب ال 16 different combinations اللي بيطلعوا معنا، بدي اختصرهم شوي بطريقة راح نتعلمها الآن. بس بالبداية بدي اكتبهم بالترتيب. أنا ممكن يكون الانبوتس initially zeros أو أول واحدة منهم one etc. بدنا نحاول نربط اللي تعلمناه بالإنكودر ومبدأ عمله إيش لازم يكون الأوتبوت، ونربط المفهوم بمفهوم البريوريتي إنكودر بحيث لو إجاني more than one input have one value بدي أشوف البريوريتي ومين الأولوية ومين اللي بدي أعطيه ال one اللي بتتعلق فيه. طيب لو انتبهنا هون لوجدنا انه 0000 هذا invalid input مرفوض مبدئيا، بدنا نقول انه لهذا الديزاين ما تتخذ اي اجراء على هذا الانبوت. طيب احنا اضفنا v which stands for valid، كلمه valid من validation، valid يعني مقبول و invalid مرفوض، valid مقبول و invalid مرفوض. معناها انا بقول اني واحد من الاوتبوتس يعني هذا الانكودر بدي اضيف له كمان اوتبوت واسميه في. هذا الاوتبوت هو بيحكي لي انه انا عندي valid operation or not، بدي يعطيني زيرو اذا كان هدول كلهم زيروس، otherwise 1 لانه خلص يعني باقي الانبوتس باقي الكومبينيشنز الممكنه كل الالترناتيفز اللي ضلوا مقبولين ما في مشاكل عليهم. هي انا عندي مشكله بالزيروز، معناها بناء عليه خلي الفاليد اوتبوت تكون زيرو وهذول دونت كير اي وبي، يعني ما بيهمني قيمتهم خلص، بما انها في زيرو خلص بغض النظر شو عليهم ما بيعنيني. ومتى هي بتكون زيرو؟ اذا كانوا كل الانبوتس زيرو، اذروايز هي 1. لاحظوا هون ذكرنا اذا كانت دي نود 1 والباقي زيروز عندي 0 0، اذا دي 1 معناته 0 1، اذا دي 2 معناها 1 0، اذا دي 3 معناها 1 1. طيب نشوف الروز اللي فيهم اونلي 1 في الانبوتس راح نلاقي 1 1 1 1 1
أول وحدة هي لم 3 إذن هي 1 1 هاي 1 0 هاي فيها كونفليكت خليها شوي هاي 0 0 0 1 وفعليا لو كملنا هون في عندي النكست كومبينيشن هي 1 تريبل زيروز وهاي الكومبينيشن هي بتكون دي نوت اذا بس عندي 0 0 البقية عندي more than one in the inputs. قلنا هون بدنا نعتمد مبدأ priority وأخذنا اللي إلها subscript الأكبر إلها the highest priority إلها الأولوية. يعني هي بتأخذ ال one والباقي بتعتبره زي كأنه zero. بناء على هذا المبدأ عندنا هون one one. يعني 1 1 سبسكريبت 2 سبسكريبت 3 نعتبر هاي كانها مش موجوده كانها 0 ناخذ هاي 1 معناها الاوتبوت بتشبه الحاله اللي فيها اونلي ذا دي 3 1 سو 1 1 طيب هون برضو ما بين دي 3 ودي 1 نعتبر دي 3 1 1 هون بين دي 2 ودي 1 معناها دي 2 دي 2 اللي هي 1 0 وهون دي 1 دي 2 دي 3 D3 طيب بما انه انا عندي الـ outputs A and B only four cases لاحظوا الـ outputs ممكن يكونوا 0 0 وطبعا ممكن يكونوا don't care زي ما شفنا حالة قبل شوي او 0 0 0 1 1 0 1 1 four cases ففي طريقة بدل ما اكتب كل هذا الكلام أنا بختصر التروث تيبل بخمس صفوف فقط وهي بحكي له لو إجاني 0 0 0 0 ما اختلفناش هاي هي عبارة عن دونت كير دونت كير 0 طيب لو إجاني 0 0 0 1 أو 0 0 1 1 أو 0 1 1 1 أو كلهم 1 هذا كله راح يعطيني 1 1 بدي يعطيني الاوتبوت 1 1 معناها بدل من 0 0 هون بنضيف اكسز والاكس هاي مش دونت كير لا كلمه دونت كير لما بنستخدمها دونت كير هي بتستخدم مع الاوتبوت مع الاوتبوت لما نشوف اكس على الاوتبوت معناها دونت كير اما اكس عند الانبوت ما معناها دونت كير اكس عند الانبوت يعني انه لو كان عندي هون 0 او 1 الاوتبوت بضل زي ما هو يعني بجوز الامر متشابه بس كمسميات ما اسمه دونت كير على الاوتبوت اسمه دونت كير فقط معناها بنضيف اكسز وهي الاكسز بتمثل يعني هذا الصف الان صار يمثل about 8 different combinations نفس هذا الصف يعني هو بيمثل 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 كل الكومبينيشنز هاي هي مختزله بهذا الصف لحاله معناها استغنينا عن الصفوف اللي بتعطيني 1 1 ليش؟ لانه امبليسيتلي هو موجود هون يعني هذا الصف نعم موجود معناته هذا بطل وهذا بتأخير الأخير هو قبل الأخير طيب لاحظوا حالة V2 لما بتكون 1 بيكون 1 0 وفعليا لو كانت هاي معها 1 هيها برضو 1 0 لو كانت هاي مع هاي برضو 1 0 لو ثلاثتهم برضو 1 معناها برضو بنعمل هون زي اللي عملناه مع الصف هذا اللي قبلها اللوست سبسكريبت بعتبرهم اكسس وهذا برضو استثنينا فيه هذا الصف طيب هاي الحاله اللي الاوتبوت 0 1 تتضمن اما 0 1 0 0 او 1 1 0 0 إذا برضه هون بقدر أحكي بنضيف إكس.
لما اضيف اكس هاي معناها انا عندي حالتين بهذا الصف زي كاني صفين. طيب واخيرا الحاله اللي موجوده عندي هون 1 0 0 0 هي حاله واحده ما فيش لها حالات ثانيه، هاي بتعطي الاوتبوت 0 0. اذا لو جمعناها مع بعض هيك فوق عسل عندك 0 عفوا اكس 1 0 0 0 بتعطيني 0 1 0 0 عن طريق 1 0 0 0. طب نشوف هل احنا هيك شملنا كل ال 16 كومبينيشنز؟ هل كل الخيارات او الحالات احنا ضميناهم؟ هاي عندي حاله وهاي حاله صاروا ثنتين، هون في عندي كم وحده؟ ثنتين صاروا اربعه، هون اربعه صاروا ثمانيه، هون ثمانيه صاروا 16. اذا اخذنا ال 16 ديفرنت كومبينيشن بهذا التروث تيبل، وهذا التروث تيبل الان اصبح جاهز. طيب بدي حدا منكم يطلع ياخذ A ويعبيها جوا كيماب ويطلع لي السمبليفايد فيرجن ثلاث علامات. بدي البوليان فانكشن تبع A نطلعه من هذا التروث تيبل عن طريق استخدامنا للكيماب. سمي الكيماب هون طلع البوليان فانكشن بيمثل الاوتبوت كي. طبعا واضح زميلكم انه اختار خيار 4 باي 4 الكيماب، ليش؟ بكل بساطه لانه عندنا 4 انبوتس فالطبيعي الكيماب يكون 4 باي 4. ايه بعد ترتيب مهم الموست سيجنفكت بت هون مين؟ يس يس. بدنا نشوف الميد تيرمز كيف نعبيهم، مين زيرو مين 1 مين دونت كير من التروث تيبل. لا يس 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 نبدأ فيهم من هون. إيه كانت دونت كير في حالة المنتر زيروز. يس. دونت كير. يس. كانت 1 في مجموعة حالات هون بدي أحاول أتذكرهم مع بعض. طبعا زميلكم قاعد بيعوض محل الاكسس، اول شيء عوض محل الثلاث زيروز. طلع معاه من تيرم 0 0 0 1 اللي هو من تيرم 1 عبى 1. بعدين حط محل اول وحده فيهم 1 من اليمين صاروا 0 0 1 1 فصار من تيرم نمبر 3 عبيناه 1. بعدها بده يعبي 1 0 بصير من تيرم نمبر 5 من تيرم نمبر 7 9 11 13 15. هاي المن تيرمز كلها بتمثل هاي الرو. انت كملت على اللي بعده يعني؟ بس اذا بالنسبه ل x x x 1 لاحظوا انها 1 عند d 3 هي 1 والباقي ممكن يكونوا 0 و 1 ايش ما كانوا.
هذا يعني ان لو طلعت على الكيماب وين الكولونز اللي بتقابل دي 3 بتساوي 1 معبيهم كلهم 1 بيمثلوا كل ال 8 كومبينيشنز اللي بيمثلوا بهذا الرو. مثلا الرو اللي بعده اللي هو xx10 لا هو xx معناته ممكن يحتمل 00011011 عندي 4 different combinations. طيب 0010 هاي من term number 2 اللي هي الموجودة هون in the corner. 01106 10 فصار نعم هذا هو الكيما اللي بيمثل الاوتبوت A صحيح. طيب الان كيف نعمل جروبينج ونكتب البوليان فانكشن اللي بيمثل A؟ يس بيرفكت. اكتب A equals برضه يستخدم الكيماب ويطلع لي الـ Simplified Boolean Function للكولون B. تفضل. يعني مشابه لهذا الشغل، بدنا نشوف هون B الـ Outputs نعبيها Don't Care 1 1 عند الحالات المقابلة إلها. لاحظوا الشغل اللي احنا بنشتغل فيه الان هو الديزاين بروسيجر. اذا بتتذكروا اخذنا شيء اسمه ديزاين بروسيجر، بنحدد عدد الانبوتس عدد الاوتبوتس، بنجهز التروث تيبل اللي جهزناه، بعد هيك نتحول الى الكي ماب سمبليفايد فيرجن من البوليان فانكشنز. هلا مجرد ما طلعنا السمبليفايد فيرجن للبوليان فانكشن لكل الاوتبوتس بهاي اللحظه بكون انا جاهز ابلش ارسم الديزاين، ارسم سكيماتيك دايجرام اند ذاتس ات. فبعد زميلكم ما ينتهي من بي راح نحتاج برضه كمان طالب يعمل لنا البوليان فانكشن الخاص بفي، وبدي كمان طالب يرسم لنا السكيماتيك دايجرام بالاعتماد على الثري بوليان فانكشنز اللي راح نوصل لهم. اذا اول بوليان فانكشن صار معنا الان هو A equals D2 plus D3. لاحظوا زميلكم شاف انه البي بتكون 1 في حالة الاكس اكس اكس 1، فهون عبى العمود الثاني والثالث كاملين ب1 كانوا جاهزين. هاي ايش الحالات؟ هاي الحالة بتكون دي 1 والباقي ايش مكان؟ لا دير بالك انت اعتمدت انه الباقي ايش مكان؟ هاي الحالة بس حالتين اللي هي 0 1 0 او 1 1 0. طاف عليه نعمل جروبين ونشوف ايش البوليان فانكشن اللي بيطلع معنا. نتذكر في حالة الجروبينج انه highest number of ones وبده يكونوا valid number. كيف يعني؟ 1 او 2 4 8 16 مش غير هيك. بالضبط هاي اول جروب صح منطقي جدا لاني ما بقدر اجيب مش مسموح 6 وبقدر فيش 8 جنب بعض. معناها B equals الأولى عبارة عن D3 yes
بس دي 1 لا لما يكون عندي 4 سكويرز معناته عندي 2 لترلز هاي واحده من الرولز اللي تعلمناها سابقا بما عنده يعني دي 2 برايم اكزاكتلي برافو عليك دي 1 دي 2 برايم دي 2 اللي قبل دي 2 فهي دي 2 برايم يس اذا صار عندي 2 بوليان فانكشنز الثاني هو بي واللي هو عبارة عن D3 or D1 D2 prime D3 prime طلع عندي G equals D3 prime D0 D1 D2 D3 first variable D2 هلأ ال 4 squares موجودين عندنا هون بقابلوا ال first variable into 0 مين هو الفيرست فاريبل؟ دي 2 معناها دي 2 برايم اندينج وذ دي 1 يس طيب مين ياخذ في ويعبيها جوا تروث جوا كيمان ويطلع لي السمبليفايد فيرجن تراي إذا بنفس الطريقة بدي أعتمد على التروث تيبل أطلع منه وين الأوتبوت V بتكون 1 أعبيها جوا الكيمر أعمل سمبليفيكيشن جروبينج بعدين بطلع البوليان فانكشن بيمثل هاي الأوتبوت صحيح Exactly. اول كومبينيشن لما يكون الانبوتس كلهم زيروز يعني من تيرم نمبر زيرو هاي زيرو والباقي كله وانز لما تعمل جروبينج جميل يس بيرفكت فور جروبس معناها في ايكوالز D0 or D1 or D2 or D3 exactly probably ثلاثة عمارات طيب الآن مين بالاستعانة بال3 boolean functions الموجودين عندنا هون يطلع يرسم السكيمة الدايجرام Four inputs, D0, D1, D2, D3. Three outputs, A, B, and V. With three boolean functions. نستعين فيهم. نعرف إيش الجيتس المناسب نستخدمهم. Give me هذا الديزاين. Can we add or? When? On the new one. D1, D2, D3. Hey, and? Yes. D1, D2. D2 دخلها انفرتر D برايم D1 دايركت على الانديت بحصل اول تيرم بالبي اللي هو D1 D2 برايم طيب كمل البي كامل ايش كمان؟ البلس يعني اور اورينج وذ D3 ويف اور جيت يس الانبوتس اللي عليها التيرمز اللي هم D3 و D1 D2 هذا على الاوتبوت بيعطيني B جهزنا اول اوتبوت نفس الفكره بالاعتماد على البوليان فانكشنز بدي اشوف A اوتبوت ايش السيركت اللي بتعطيني اياها و V ايش السيركت اللي بتعطيني اياها
وللعلم بالنسبة للفانكشن في كنا بنقدر نحله بطريقة ثانية برضو بدون استعانة بالكيمات. لو اطلعنا على الاوتبوت في هو only one combination لازم يكون الانبوتس كلهم زيروز عشان الاوتبوت يكون زيرو. وللعلم هذا بذكرنا بالاور جيت، يعني as simple as is. الاور اوبريشن اذا بنتذكر مع بعض كانت عبارة عن مثلا لو كان عندي x and y two inputs بدي اشوف x or y. اصلا from the definition or operation بتكون الاوتبوت زيرو if and only if، حالة واحدة فقط انه كل الانبوتس زيرو otherwise هي 1. اذا هو ما يكون عندي زيرو وباقي الحالات 1. فايش الطبيعي؟ هاي هي الاور اوبريشن. فايش الطبيعي؟ ال V output يكون نعم عبارة عن اور اوبريشن of all inputs. exactly probably ثلاث حالات. اذا ال A عبارة عن اور جيت between D2 and D3. ال V هي عبارة عن اور جيت وداخل عليها ال 4 inputs كاملين. And that's it. هذا هو الديزاين. هذا الديزاين هو priority encoder تحديدا 4 to 2 with valid output. الفاليد لما بكون 0 هذول بيكونوا don't care، بيكون invalid input عليها. بينما اذا كانت 1 راح يكون واحده منهم، او عفوا راح يكون عندي واحده من ال 4 these alternatives عندي موجوده على الاوتبوت. اذا بالمحصله وصلنا الى البلوك دايجرام الخاص في الانكودر اللي له 3 انبوتس، عفوا 4 انبوتس اند 3 اوتبوتس، واللي كنا رسمناه قبل قليل. حد عنده سؤال لغايه الان؟ طيب بما انه ما في اسئله ننتقل مع بعض الى النكست توبيك الا هو الملتي بليكسر. المالتيبلكسرز والدي مالتيبلكسرز ممكن نفهمهم كالتالي. مالتيبلكسرز احيانا يختصروها بمالتس. رسمتها العامة something like this، أحيانا بيستخدموا هذا الرمز معها. two to the power of n inputs and one output. ممكن يستخدم معها بلوك عادي يعني rectangle، ونحكي هون عندي نفس الشيء two to the power of n input one output. هذا اسمه 2 to the power of n by 1 max. برضه نفس الفكرة. ايش ببدا اعمل المالتي بلكسر؟ عندي too many inputs but only one output. وهو ممكن تعتبره زي يعني ممكن سويتش، هو بيفتح طريق بين واحد فقط من الانبوتس بيوصله للاوتبوتس. يعني ممكن نتخيل ناخذ مثال اصغر، لو اخذنا مثلا 4 باي 1 4 باي 1 ماكس، يعني عندي 4 انبوتس 1 اوتبوتس. بدنا نتخيل بطريقه ما هو اما بيسمح لأول input اللي ممكن نسميه I نوت I1 I2 I3، ممكن يفتح طريق أو يعمل ممر مسار من A نوت على الأوتبوت.
فهون بيطلع عندي A نوت. متى؟ إذا في كان عنده صم كنترولر جوا يحكي له والله طلع لي I نوت على الأوتبوت ولا I1 أو I2. فالكنترول ستيب هاي كيف بتصير؟ عن طريق تو أذر إنبوتس بنسميهم سيلكترز. معناته بكون في عندي هون كمان تو إنبوتس بسميهم S1 S نوت S1 S نوت. هدول الانبوتس اسمهم سيلكترز. سيلكترز يعني اللي بيقوموا بعملية الاختيار من الانبوت وبمرروها للاوتبوت. يعني مور سبيسيفيك، لو كان عندي على السيلكترز السيجنالز هي عبارة عن 0 0 نحكي له طلع لي على الاوتبوت اي نوت. بالمقابل لو كان عندي مثلا 0 1 هون بنحكي له I1 خليها تطلع عندي على الاوتبوت اتسترا. لو كان عندي 1 0 معناها I2، 1 1 معناها I3. طيب هذا الثيوريتيكال. الان بدنا نفكر باي ديزاين كيف ممكن ابني سيركت تعمل لي هذا الشغل. ممكن نبدا من عند البوليان فانكشن الخاص بالمالتيبلكسر لو كان عندي 4 انبوتس. ولاحظوا هون نقطة مهمة يا جماعة، قلنا إذا السيلكترز كانوا 0 0 معناها خذ اي نود ومررها إلى الاوتبوت. طب اي نود كم قيمتها؟ بغض النظر شو ما كانت شو ما كانت. يعني إذا كان عندي هون 0 0 واي نود 0 معناها هي رح تكون 0. طيب 0 0 واي نود 1 معناها هون رح تكون 1. إذا هو اي نود از ات از كيف ما كانت. إذا كانوا السيلكترز 0 0 الاي نود ايش ما كانت الفاليو اللي عليها وديها على الاوتبوت. هي هيك. فبنقدر نحكي كالتالي، الاوتبوت هون هو عبارة عن، أو قبل من الفانكشن خلينا نفكر بالتروث تيبل كيف. لاحظوا التروث تيبل، نعم أنا عندي 4 داتا لاينز موجودين عندي هون بيجي عليهم داتا، أنا بس راح أختار واحد منهم يطلع على الأوتبوت فقط عن طريق الماكس. بس مين اللي بيختار وين الانبوتس المهمين؟ السيلكترز. إذا التروث تيبل فعليا اللي بيهمني فيه أنا السيلكترز S1 S نود، وبطلع على الأوتبوت إيش راح يطلع معي. أجين نعيد اللي حكيناه نكتبه. لو كانوا 0 0 طلع لي على الأوتبوت مين؟ I نود. 0 1 I 1 1 0 I 2 واخيرا 1 1 I 3. وفي مثال مرات بحب اطرحه لما نحكي عن المكس والدي مكس. طبعا الدي مكس بيكسر على الهامش، عمله عكس عمل المالتيبلكسر تماما. كيف يعني؟ يعني راح يكون عنده 1 input 2 to the power of n output وعنده n selectors. وهي النقطة نسيت أذكرها. number of selectors العلاقة ما بينه وبين ال inputs، بما أنه هون عندي 2 to the power of n selectors هون بيكونوا n selectors. يعني لو كان عندي 4 inputs راح أحتاج 2 selectors، 8 inputs راح أحتاج 3 selectors etc. 16 inputs 4 selectors. اوكي طيب ال Vmax هو 1 input and 2 to the power of n outputs، واختصارا يكتب as Vmax. وبهي الحالة بنحكي 1 by 2 to the power of n. ممكن نتخيل السيناريو المتعلق بالماكس والدي ماكس بمثال بسيط. لو كان عندي عمارتين مشبوكين بخط واحد بسلك واحد، العمارة الأولى مثلا فيها أربع أشخاص والعمارة الثانية فيها أربع أشخاص، والأربع أشخاص في العمارة الأولى بتواصلوا بيحكوا مع الأربع أشخاص الموجودين في العمارة الثانية. فهون بقدر عند طرف الإرسال في العمارة الأولى أركب ماكس،
الطرف الثاني دي ماكس. اكزاكت. هون انا عندي ماكس، عندي 4 انبوتس، بس بالنهايه بدي اطلع واحد على هذا اللاين. نفسه الانبوت. على الطرف الثاني هذا اللاين بيمثل انبوت لمين؟ للدي ماكس. وراح يطلع لي 4 انبوتس. هلا عندي هون 2 سيلكترز وعندي هون 2 سيلكترز. نتخيل انه في سموير في كنترولر بتحكم بالعمليه كامله. اجا اي نود اي 1 اي 2 اي 3. اجا اي 3 بده يحكي مع اي 1. اي 3 بده يحكي مع اي 1 بكل بساطه. انا هون مين اللي بيدير العمليه؟ السلكترز. ايش بدي اعطي على السلكترز هون؟ 1 1 1 1 والسلكتر هون 0 0 0 1. اذا هون باقي 1 1 وهون باقي 0 1. 1 1 الموجوده هون رح تطلع اي 3 عندي هون على الاوتبوت. طب اي 3 وصلت دخلت هون، وين تروح؟ على السلكتر 0 1 بحكي لها روحي على اي 1. فباختصار نقدر نتخيل ان الماكس والدي ماكس something like this. عندي سلكتر لاينز بتتحكم بالنسبة للماكس مين الانبوت اللي امرره للاوتبوت، وبالنسبة للدي ماكس بتتحكم بمين، عفوا الانبوت الموجود عندي اطلعه على اي اوتبوت. فهم عندي بكون سلكترز. واذا بتذكروا الدي ماكس امبلمنتيشن او ديزاين قلنا بتشبه كثير الديكودر مع تغيير المسميات. يعني لما حكينا عن الديكودر مثلا 2 تو 4 عندي 4 اوتبوت، عندي 2 انبوت، وعندي 1 انيبل انبوت مثلا. اذا كان في عندي انيبل هذا الديزاين نفسه لو حبيته بصندوق اكبر، عندي هون 1 انبوت داتا لاين وعندي 2 سيلكترز اس 1 واس نوت. بكل بساطه عشان استخدم الديكودر واصمم باستخدامه دي ماكس، السيلكترز بشبكه على الانبوت والانبوت هذا بشبكه على الانيبل. That's it. الانبوت داتا بدخلها على الانيبل والسيلكترز بدخلهم على الانبوت، وفعلا الاوتبوت هون بيشتغل معنا نفس الشيء. طيب نشوف نحاول ندرسها. لاحظوا هون احنا قلنا الدي ماكس لو بدي الداتا اللي جاي عندي هون تطلع على اي 1، يعني بدي الداتا تطلع عندي هون تماما، قلنا دخل على السلكترز 0 1. وين السلكترز؟ هيهم 0 1. طب اذا دخل هون 0 1 هذا معناه، هذا معناه طلع لي واحد هون. بس احنا بدناش نطلع واحد، احنا بدنا نطلع الداتا اللي اجت بغض النظر هي 0 او 1 ما بعرف ايش هي. فعشان هيك الداتا اللي اجت وديتها على الايميل شو يعني؟ اذا كانت 1 بتعمل انيبل للسيركت بتطلع لي 1، واذا كانت 0 بتعمل ديسيبل للسيركت بتطلع لي 0. فهو نعم اي اللي جايه بما اني وديتها على انيبل راح تطلع لي على اوتبوت اي. اند ذاتس ات. هون بس احنا استخدمنا الديكودر بلوك وعدلنا على الانبوتس على التوصيل شوي صارت دي ماكس. طيب نرجع مع بعض على المالتي بلكسر ونكمل الديزاين اللي شغالين عليه. مين ممكن يكتب لي ايش السيركت اللي او البوليان فانكشن اللي بيمثل الاوت الموجود عندي هون بالاعتماد على ما تعلمناه لحد الان؟ طيب لحظه، ذكرنا اذا كان السلكترز 0 0 معناها بدي على الاوتبوت اي نوت. بلس ولا اندينج؟
شو رايك؟ بلس شو تحت من هون؟ انه اذا هاي زيرو او هاي زيرو او اثنينات زيرو، هيك معناها. معناها هاي هي هاي وهاي وهاي. انت بدك تحديدا مع بعض اثنيناتهم زيرو. لما نحكي مع بعض يعني اند اوبريشن، معناها اس 1 برايم اس نود برايم. اساعدك شوي، اس 1 برايم اس نود برايم بتطلع لي اي نود على الاوت. طيب غيره زين، اس 1 برايم كمل فوق. نعم بتطلع اي نود اكزاكت. كمل تحتها بالسطر الثاني زائد اس 1 اس نود باي يس اي 2 اي 2 اكزاكت بلس اس 1 اس نود الاي 2 بيت الى انت. طيب مين الان ياخذ هذا البوليان فانكشن ويحوله الى سكيماتيك دياجرام باربع علامات؟ البوليان فانكشن عندي، التروث تيبل عندي، اللوجيك تبع الموضوع عندي، كيف احوله الى سكيماتيك دياجرام؟ طبعا بدي ارسم هون لا البلوك مرسوم وجاهز. لاحظوا كيف البلوك دياجرام عندي اي نود اي 1 اي 2 اي 3 از انبوتس، السلكترز هم اس 1 واس نود، والاوتبوت اللي هو اللاين اوتبوت. انا المطلوب الان من زميلكم السيركت الموجوده هون، التوصيل الموجود هون داخل هذا البلوك كيف شكلها علشان فعلا تشتغل هذا الشغل. اللي بدك ترسمه بتطلع شو الانبوتس اللي عندك. اس 1 اس نود اي نود اب تو اي 3 هذول انبوتس، بدك ترسم سيركت وتطلع لي ون لاين. هاي الانبوتس هم 6 انبوتس اللي عندك هاي. لاحظوا انه البوليان فانكشن هو عباره عن 4 تيرمز وهو عباره عن sum of product. sum of product بما انه sum of product معناها بدي اتخيل الديزاين. طبعا ما انسى انه في اشياء على الانبوتس راح يصير شيء انفيرتد وشيء يعني نون انفيرتد، لكن ان جنرال الديزاين شكله اذا بتتذكروا الستاندرد فورم اللي سميناه sum of product، قلنا two level implementation. The schematic diagram هو two level implementation. راح يكون in the first level we have because we have four terms so we need four AND gates. Then we need only one OR gate to combine all the output from the previous level. And that's it. يعني هذا الديزاين. أنا عندي هون four terms. كل term هو عبارة عن product. product term يعني AND gate. طيب ال 4 terms بينهم بلس، بلس يعني OR gate. معناها الديزاين هو two level implementation. In the first level we have 4 AND gates
and in the second level we have only one OR gate, and that's it. ولاحظوا انه الاند جيتس كلهم كل واحد فيهم 3 انبوتس، لانه اصلا هون كل برودكت تيرم عباره عن 3 لترالز. الامور يعني ريليتد. خلينا نفكر من هاي الزاويه. بالنهايه على الاوتبوت في عندي اونلي 1 اور جيت، لانه فعليا من هذا الديزاين كامل ممكن يطلع عندي 1 اوتبوت. معناته بدي اور واخذ هاي الماينز كامله على نفس الاور تطلع لي 1 اوتبوت بالنهايه بالمحصله. Exactly, probably. إذا هذا بيمثل عندي الـ output من هذا الماكس. طبعا في الكتاب هم مستخدمين Y بدل O، فممكن نستبدل هاي O بـ Y، وبرضه هون ممكن نكتب Y as output. طبعا الديزاين هذا ممكن نعمله بطريقة يعني شوي ممكن تكون منظمة أكثر لو حطينا I node I1 I2 I3 S1 S هاي أول أنت بالعادة إذا نظمت حلك فرصة إنك تخطأ قليلة، بينما إذا ما كان منظم ممكن تخطأ. لا زيرو زيرو طلع أي نوت، زيرو زيرو من وين جاي؟ من النوت والنوت، معناها هاي زيرو وهاي زيرو وهاي أي نوت. زيرو ون أي ون 0 1 يعني هذا اللاين مع هذا اللاين. I 1 طيب 1 0 I 2 1 0 معنى هذا اللاين مع هذا اللاين. One one I three. One one I one one. اوكي هذا الديزاين اللي بيمثل 4 باي 1 ماكس. طيب السؤال الان لو حكيت لك استخدم هذا الديزاين خلينا نرسمه از بلوك دايجرام هون واعمل امبلمنتيشن لبوليان فانكشن. تتذكروا لما اخذنا الديكودر قلنا نقدر نستخدمه لبناء اي بوليان فانكشن. برضه المالتيبلكسر نقدر نستخدمه ل تو امبلمنت اني بوليان فانكشن. إذا حاليا صار عندي 4 باي 1 ماكس وان اوتبوت نسميه واي اور انبوتس ممكن نسميهم اي نود اي 1 اي 2 اي 3 تو سيلكترز اس نود S1. هذا ال 4 by 1 max لو حكيت لك بالاعتماد عليه او استخدمه لبناء الفانكشن f of x y equals summation of 1 3
ايش لازم ندخل هون عشان هذا الماكس يشتغل شغل البوليان فانكشن؟ نسميه اف 1 لانه حيكون في اف 2. اذا هذا اف 1. اف 1 هو عباره عن فانكشن سميشن اوف 1 اند 3. خمس علامات. طيب لاحظوا انه لو لجأنا الى التروث تيبل حيكون كالتالي 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 اللي هم المين تيرمز 1 و 3 هم عباره عن 1 صح ولا لا؟ طيب بكل بساطه بحكي لك مين كان هون الاول؟ اس 1 واس 0 هون عندي اكس وواي طلعوا على المحتوى هذا نفس هذا تماما صح؟ طيب لو ما ربطت او شبكت اكس مع اس 1 واي مع اس 0 معناها هون راح يكون عندي اكس واي مبدئيا لحد الان اذا اكس وواي 0 0 اي نود اللي راح تيجي على الواي واذا 0 1 اي 1 اللي راح تيجي على الواي اذا 1 0 اي 2 إذا 1 1 اي 3 طيب أنا ما بدي اي نود واي 1 واي 2 اي 3 أنا اللي بدي إياهم هنا في حال هذا الكومبينيشن يعطيني 0 مش اي نود اللي بعرفش ايش يعطيني 1 يعطيني 0 يعطيني 1 إذا بكل بساطة الانبوتس هذول أنا بثبتهم على القيم اللي بدي إياها بحكي له استخدم لي هون على الاي نود الانبوت ثبته يكون 0 1 0 1 طبعا هي كيف نعملها؟ باي ديزاين فعليا اكسبيرمنتالي يعني هاي التو لاينز نشبكهم على في سي سي والتو لاينز هذول نشبكهم على جراوند اند ذاتس ات مثلا او ممكن يكونوا مشبكين على سويتشز تحولها بين 0 1 براحتك طبعا ما تركزوش على الشيء اللي بالاسود هون يعني مش هو الفكره الرئيسيه الفكرة الرئيسية أنا بدي الماكس يشتغل شغل اف 1 يعني بدي الاوتبوت هون يكون اف 1 بالاعتماد على هذا التروث تيبل إذا كان الانبوتس 0 0 طلع لي على الاوتبوت 0 طب إذا الانبوتس 0 0 وديتهم على السلكترز معناها راح ياخذ الانبوت الأول ويوديه على الاوتبوت معناها أنا أصلا معطيه الانبوت الأول 0 إذا في حالة 0 0 راح يطلع عندي هون 0 طب في حالة 0 1 راح ياخذ اي 1 اللي هي 1 ويعطيني اياها على الاوتبوت اتسترا اذا هذا الديزاين الان صار بيشتغل شغل اف 1 امبلمنتيشن طيب سؤال ثاني اصعب شوي سبع علامات لو اعطيتكم البوليان فانكشن اف 2 واللي هو عباره عن التالي هو عباره عن فانكشن اوف 3 variables summation of 0 1 5 مين يحكي لي ايش بدي اعدل على هذا الديزاين او كيف اشبكهم او شو اعطي قيم هون زي ما اعطينا اكس واي 1 1 0 1 علشان هذا الماكس يشتغل شغل اف 2 تفضل اطلع هذا inputs or three no using this mux يعني بتعمل implementation للfunction f2 في هذا المالتيبلكسر مش بدي اغيره مش بدي اجيب 8 باي 1 ماكس لا نفسه 4 باي 2 ماكس نفسه بدي استخدمه بدي اوصل بطريقه معينه الانبوتس اللي هم اكس واي اند زي ويصير يشتغل هذا الماكس نفس شغل اف 2 سبع علامات ان كان نحول اي 3 الى زد تصير ايفن ذو ممكن شغله زي هيك بس يعني
not exact. Yes, yes, تفكر من هاي الزاوية. لا ما بدنا نعدل على الماكس، بدنا نستخدم نفس 4 by 1 max as it is، نفس اللي نستخدمه ونبني F2 عليه. ممكن نعم فيها شيء من هالنوع، بس كيف؟ راح نستعين بالتروث تيبل تبع هذا الفانكشن. مين يحاول؟ مقترحاتكم نعم هي جزء من الحل، بس بدي حل متكامل وبدي اغششكم. ابدا من عند التروث تيبل زي ما شفنا، عملنا التروث تيبل بعدين طبقنا بما يوائم التروث تيبل، بما يلائم الفانكشن اللي بدي اعمل له امبلمنتيشن. انا 10 علامات. طيب نرسم التروث تيبل يا جماعه او نكتب التروث تيبل. وي هاف انبوتس، مين هم؟ اكس واي زي. ايش الكومبينيشن اللي هم؟ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 واخيرا تربل 1. بالنسبه لهذا الفانكشن F2 بيحكي لي الاوتبوت عند المنترم 0 1 و5 خليها 1. يعني F2 هون راح تكون 1 1 1 والباقي 0. طيب هلا بما انه انا عندي تو سيلكترز بهذا الماكس، معناته ما بينفع استخدم 3 انبوتس، بدي استخدم 2 اوف 3 انبوتس، بدي استخدم 2 من الثلاث انبوتس واوصلهم على السيلكترز والاخير اتعامل معاه بطريقه مختلفه زي ما انتم طرحتوا. يعني باجي مثلا بحكي له لو قلت بدي اوصل اكس وواي على السيلكترز، طب اكس وواي بأول صفين ثابت، معناته بقدر اعتبر هاي حالة واحدة. وخليني بس اضيف كمان تير وهو 6. تقدر تكمل هون بأربعة. أكيد زدت. طيب لو أخذت الصف الأول على X0 وعلى Y0 بدها تكون F2 كم؟ 1، لكن زدت كم؟ 1. إكزاكت هي 1 وخلص. إذا فعليا بأول مجموعة هاي F خلص بغض النظر عن Z هي 1. صفين مش معنى افصلهم لحال. يس يس. الان بدي اطلع بالحاله الثانيه لو كانت 0 1 راح تمرر لي بالعاده الماكس بمرر اي 2 اللي هو 0 اللي هو 0 0 0 0 على يس او زد براين. يس يس ذاتس ات اكزاكتلي. انا لاحظوا بما انه عندي تو سيلكترز التروث تيبل بدي افصله بحيث يصير عندي 4 ثينجز 4 كيسز. عندي هاي الحاله وهاي الحاله وهاي الحاله وهاي الحاله، صار اربع اشياء. وهون انا صار عندي بلاك تو انبوتس اربع خيارات. ممتاز. الخيار الأول إنهم إكس وواي يكونوا زيروز. الخيار الثاني زيرو وان وهكذا. طيب الآن الأوتبوت F2 بدي أعمل فانكشن أوف ذا لاست إنبوت. يعني بدي أربط F2 مع مين الآن؟ مع زد.
بدي اقارن هاي مع هاي. هلا زد هون 0 1 والاوت هون ثبت انه 1، خلص معناته بدخل على هاي 1 وذات ست، لانه بغض النظر عن 0 ايش كانت؟ انا بدي هون 1. بغض النظر عن زد ايش كانت؟ انا بدي هون 0. طيب لاحظوا هون لما زد 0 هاي كانت 0، لما زد 1 هاي كانت 1. معناها بشكل عام هي نفس زد. وهون لاحظوا انها عكسها. معناها بشكل عام بهاي المرحلة 1 1 بيكون عندي زد برايم. ولاحظوا 1 1 بتمرر لمين؟ اي 3. معناها زد برايم هاي بتعطيها لمين؟ لاي 3 اتسترا. اند ذاتس ات. طب ماذا لو نطلع كمان؟ لو كان عندي 4 انبوتس. هذا السؤال ما شاء الله. فرصة أخيرة. إذا هذا الديزاين نعم هو كذلك تماما نقدر نعمل implementation لـ F3. طب لو كان عندي function F3 هو عبارة عن function of 4 inputs. مشكلة أنت كله مجال ولا لا؟ ما بيمشي الحال. ماذا لو كان عندي F3 equals أو قبل equal هي عبارة عن W X Y and Z summation of 0 1 3 تفضل حاضر. Again راح نبدا من عند التروث تيبل اللي هو عباره عن W X Y and Z ونشوف F. Again بدنا نستخدم نفس 4 by 1 max في الامبلمنتيشن. تذكروا انه قبل قليل لما كان عندي 4 باي 1 وكان عندي 3 انبوتس قلنا ال 3 انبوتس في التروث تيبل هذا انا عندي 2 سيلكترز بال 4 باي 1 ماكس. So I need only 2 inputs. فقسمنا التروث تيبل عشان اخليه 4 different combinations only. هون برضه لازم اقسم التروث تيبل بحيث يصير only four groups, four things. واشتغل على الانبوتس اللي هم اي نود اي 1 اي 2 اي 3 بما يتلائم مع الفانكشن اف 3 عشان يصير يشتغل الامبلمنتيشن المطلوب. بعدهم شوي عن بعض يعني او خلص كمل عسى هو اللي موجودين يعني بالضبط استقامتهم اشتغل. يس يس. اذا زميلكم الان بده يجهز التروث تيبل لهذا الفانكشن اف 3 وي هاف 4 انبوتس. بدنا نمثل الفانكشن جوا التروث تيبل بعدين بدنا نقسم هذا التروث تيبل بطريقه ما بحيث نختار 2 inputs only من ال 4 inputs واشبكهم مع مين؟ مع السيلكترز. بعدين ال 2 other inputs بدي اشتغل عليهم شوي على ال inputs الرئيسيين للماكس اللي هم اي نود اي 1 اي 2 اي 3 بحيث اخلي هذا المالتبلكسر ككل يشتغل نفس الشغل المطلوب ل اف 3. اختيار موفق.
تلقائيا قسموا لاربع مجموعات، فاخذ كل اربع صفوف كمجموعه واحده. الان بضل علينا نحدد مين هم السلكترز. وللعلم في نقطه ثانيه الجزء لسه ما تطرقت لها انا، الترتيب مهم جدا مع السلكترز. دبليو اكس برافو عليك. يعني مثلا لازم دبليو تنشبك مع اس 1 واكس نشبكها مع اس نوت، وليس العكس. العكس لا، الشغل بصير خطا. لازم دبليو اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت تكون مع الموست سيجنيفيكانت سيلكتر، واللي بعدها مع اللي بعدها اتسترا. بنكمل الان، بدي ياخذ المين تيرمز ويعبيهم جوا التروث تيبل. اخذنا المين تيرمز وفرغناهم. ايش لا ما بدنا نفس الليكترز، احنا نفس الديزاين هذا، بس لازم يكون عندك سولدنج ايرور، لازم كلهم يكونوا اربعات. انت هون فوقي بالضبط. عبي الباقي زيروز. فوق هون. يس يس يس. وهان. وهان ثلاث. وهان كمان ثلاث. وهان. بالضبط. هيك الاوتبوت سو من تيرمز اف 3 فرغناه جوا التروث تيبل، قسمناه لاربع مجموعات، وصلنا الموست سيجنيفيكانت تو بيتس او تو انبوتس وصلناهم مع السلكترز. لحد الان كل شيء تمام. الان بل علي احكي إذا دبليو اكس كانوا زيروز، إيش الأوتبوت إن تيرمز أوف واي أند زي؟ يعني بدي أربط بطريقة ما الفانكشن هذا مع التو لاينز هذول، إيش العلاقة بينهم؟ يعني بدي أطلع البوليان فانكشن الصغير هذا الخاص بالأربع صفوف هذول لـ واي وزد، إيش علاقته مع واي وزد؟ تفضل. تخيل لو عندك سؤال هيك على جنب، لو عندك تو انبوتس A و B وعندك F وكان الفانكشن كالتالي 0 0 0 1 1 0 1 1 وكان الاوتبوت عبارة عن 1 1 0 1، ايش بيكون F؟ ايش الفانكشن هذا؟ عادي استعين بالكلمة، استعين ب وات ايفر، اكتبهم من تيرمز وعمل سمبليفيكيشن. يعني تكتب لي هذا الاوتبوت الاربع صفوف هذول من تيرمز اوف ذيز تو لاينز. لاحظوا انه ممكن نقول هو عكس لو كانت هاي 1 والباقي زيروز. طب هاي الحاله هي اندنج بس مش A مع B، A مع B برايم. دي مورجانز. انا تمام. اذا هون انا ايش عندي؟ عندي واي برايم اور زد. طيب كمل. طبعا نكسر هاي الفكره ما تنفعش. تمام كلهم زيرو. طيب هون
زيرو. خلص زيرو. هاي جاهزة. دخل على الاسم. طيب اللي بعده. هاي بتصير ايه نفسها. طبعا نسوي لهم بوان. عندي 1001 مين الاوتبوت له هيك من الجيتس اللي اخذناهم؟ في جيت مشهوره. لا 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 اكس نور علامه بالماركس ست اكزاكتلي. هاي اكس نور اللي هي اما بنحكيها واي زد بلس واي برايم زد بلس واي برايم زد يس. واخر وحده هي عرفها طبعا عكس اللي قبلها تماما يعني اكس اور اللي هي واي زد برايم اور واي برايم زد. الان ضل اكتب واي وزد بمكان هون وادخلهم على هاي الرسمه. بس خليني اعيد الرسمه اوسع لك. اجين البلوك الخاص بالماكس الموجود عندنا 4 باي 1 ماكس هو عباره عن هذا الديزاين. عندنا هون 2 سيلكترز اس 1 اس نوت دخل عليهم W and X. الاوتبوت هون هو Y اللي هو نفسه بحالتنا هاي عم نشوفه مع F3 اللي هو يعني هو نفسه اسمه F3. عندي 4 inputs 1 2 3 4 اسمهم I node I1 I2 I3 وذكرنا انه I1 هي 0 جاهزة. الان بدنا هاي الكومبينيشن نرسم هون كومبينيشنال سيركت نبدا مع طبعا Y وزد هاي 2 بوينتس بيمثلوا Y وزد. نرسم سيركت وندخلها عندي على هاي البلوك دايما. بعد شوي تعال هون كمل عشان نخلي وجهها هناك مضبوطة تحت. اكزاكتلي Y برايم اور زد ندخلها على I نوت. يس. طيب بالنسبة لـ I2 مثلا I1 Z I2 0 I2 دخلهم دايركت لهون. دخل Y و Z يعني اكتبهم دايركت بالطريقة الثانية بالتمثيل يعني بصير ما تحطهم مش مخطوط فوق عادي. Y دخلها و Z على AND gates Y برايم Z برايم دخلهم على another AND gate. اوكي جود جود اور وهذا رايح على اي 3 بيرفكت. فاينالي بالنسبه لاي 3 برضه الديزاين مشابه 2 اند جيت مع 1 اور جيت او اكتبها اكس اور جيت دايركت برضه بصير. ما هي اكس اور اوبريشن صح ولا لا؟ تقدر تحط واي وزد 2 انبوتس على اكس اور والاوتبوت رايح على اي 3 and that's it. Let's go. الاكسور وحده من البرايم وحده نفس الفوق نفس الفوق. ما هي اكسور هي اكسور انا بدي اياها هي اكسور يعني واي زد برايم واي برايم زد هيك بصير. او قلنا بالنسبه لاخر حاله تقدر تاخذ واي وزد على اكس اور وهاي على اي 3 برضه بسيط. يس اند ذاتس ات. بس هذا ما تحلوه. هوبفولي يكون الدرس واضح. اذا في اي اسئله انا مستعد
تسهلتكم.